مستمعي مستمعات راديو ام، مرحبا بكم في حصتكم ما نشاء ساكتين. كما جرت العاده نشارك تنشيط الحصه مع زميلتي سونيا. مرحبا بك. مرحبا بك يا زيد، ومرحبا بكل متابعي راديو ام. دونك قاعدين راهم يتبعوا يعني كما يقولوا لي مواندر ديتاي على مباراه الجزائر والكاميرون اللي رايح تجرى احداثها بجابوما بديوالا نهار يعني الغدوه على 6 تاع العشيه. دونك ما نقدروش حنا ما نهضروش على المنتخب الوطني اسكو فيها تاهل ولا ما فيهاش، ما نقدروش ايضا نهضروا على واش جرب الفريق الوطني في تصفيه كاس افريقيا، يعني وين كان الملعب النقطه السوداء للفريق الوطني. يعني ما طولوش علينا، اتصلوا بنا على 077 77 66 98 باش تشاركونا هل فيها الجزائر الكاميرون، هل فيها تأهل ولا ما فيهاش. إذا بالمناسبة حبينا نفكروا أنه يعني كان هناك يعني تذاكر اللي خفضوا تسعيرتها من 8 ملايين ونص ل 5 ملايين ونص باش 5 ملايين ولا 5 ملايين ونص على كل حال للمناصرين المنتخب الوطني باش يتنقلوا الى كاميرون باش يشجعوا الفريق الوطني. وتنطلق غدا يعني تنطلق اليوم الخميس اول طائره تقول انصار المنتخب الوطني الى العاصمه الكاميرونيه دوالا تحسبا لمباراه الذهاب الفاصله لدوري المؤهل للمونديال لقطر 2022. وحسب البرنامج المستطر فانه سيتم نقل انصار الى الكاميرون عبر 11 يعني كرحلة جوية. الرحلة الأولى راح تكون على 31 دقيقة ومن جزائر العاصمة، وتوصل يعني كلي الكاميرون على 36 دقيقة يعني كستان فول تاع 5 سوايع. الدوزيام فول يكون على 2 ويلحق على 7 من الجزائر العاصمة دائما، وواحد اخر على 2:45 دقيقة يلحق على 7:45 دقيقة، واحد اخر على الرابع على 3:25 دقيقة يلحق على 8:25 دقيقة. الرحلة الخامسة تكون على 4:15 تلحق على 9:15، والرحلة السادسة على 5 وتلحق على 10، والرحلة على 6 يلحقوا على 11. هذوما بالنسبة لي فول رحلات تاع من الجزائر العاصمة. وعندنا دو فول من وهران، الرحلة الاولى تكون على 4:25 دقيقة وتلحق على 9:05، ودوزيام فول تاع وهران ايضا من على 5 ويلحقوا على 9:45 دقيقة. وعندنا واحد اخر يعني دو فول واحد اخرين من 4 تاع الصباح يلحقوا على 5، وواحد اخر من 6 يلحقوا على 10:30. دونك 11 رحلة فوالا. يعني المناصرين الجزائريين يعني استفادوا من كما يقولوا تخفيضات. دونك كانت من 8 ملايين ومن بعد حبطت ل 5 ملايين. بصح كل ما نهضروا على مباريات السد المؤهله لكأس العالم ما نقدروش زميلتي سونيا ما نهضروش على مباراة السد اللي جرات يعني بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، وين كان يعني عريس المباراة واسمه عنتر يحيى اللي يعني بتسديدة الشهيرة اللي يعني والكلمة الشهيرة اللي تسمات حطها في بيتة تاع الشيطان. دونك يعني كنا قاع نشوفوا هذاك الماتش وكنا قاع نسناو يعني لازم نتأهلوا، لأن يعني المنتخب المصري إلا سمح الأمر نقوله هو العدو ولا النقطة السوداء للمنتخب الجزائري. وكان أنا ذاك يعني رابح سعدان وكما نهضروا على غزال وكان عنتر يحيى وكان كريم زياني ومطمور لاعبين ما نقدروش ننساهم ولا نحوهم من الذاكرة تاعنا، سجلوا يعني التاريخ الحافل للجزائريين. من بعد كي نهضروا على هاد التصفيات في كأس العالم زميلتي سونيا، دائما في كأس العالم هنالك فريق ألمانيا يعني اللي كان نقولوا أيضا نقطة سوداء للمنتخب الوطني، كي ربحنا مصر رحنا لاكوب لاكوب الاخر لاكوب دي موند وين يعني انهزمنا امام المنتخب الالماني في الدقائق الاخيره، وكانت مباراه جد صعبه يعني كنا نشوفوها يعني كما يقولوا بقلب هكذا وحراره، مي بصح الغالب ما قدرناش نريزيستيو وما قدرناش نروحوا البعيد. وكي نذكروا المانيا نتفكروا حادثه يعني 82 مباراه خيخون ولا اللي تسمات بمباراه العار ولا المباراه اللا اخلاقيه واللي كل اللي عشتوا يعني الفريق الوطني انذاك. نروحوا بالزملاء ولا اللي راهم يتبعوا فينا نروحوا بهم للذاكره باش نشفيوهم في مباراه خيخون. لتحاك بينهما المؤامره بلعب سلبي نتج عن معرفه مسبقه بوضعيه المنتخب الجزائري والاحتمالات التي تقصيه،
فكان فوز ألمانيا بهدف وحيد كفيلا لإخراج المنتخب الجزائري الذي ودع حينها كأس العالم، وودعت معه البطولة النزاهة والروح الرياضية، وخرجت الجزائر برأس مرفوع ولم تهتدي لحقها سبيلا في فضيحة صنفت من بين أسوأ 50 حادثة في كأس العالم، ليلجأ الفيفا إلى إقامة المباريات الأخيرة من الدور الأول بالتزامن. قيل بعدها إن تفوق الجزائر هزمته المؤامرة ولم يكن تأهل الورق بالعرق، وعلى الرغم من أن الكثير من اللاعبين الألمان أعادوا عقارب ساعة التاريخ إلى مكانها باعترافاتهم، إلا أن الموعد فات والوصمة باقية. مؤامرة خيخون يعني تأخذ بين الذاكرة إلى سنة 1982، أين كان المنتخب الجزائري قادر يتأهل إلى الدور يعني الثمن النهائي كي ربحنا الألمان، وين كانت ألمانيا يعني تفتخر بلاعبيها وتقولوا بلي نلعبوا بالكوستيمات ونلعبوا يعني عينينا مغمضين، ولكن الجزائر رفقاء الربح مجر أنا ذاك صنعوا يعني الفارق وربحناهم. من بعد كانت مباراة الفاصلة بين ألمانيا والنمسا، يعني اللي زيكيب اللي كانوا في هذاك الجروب زميلتي سونيا كانت ألمانيا النمسا والشيلي والجزائر، يعني كل فرق هدر بح على هذا. ومن بعد في مباراة السد دونك كيفاش تفوت للدور الربع النهائي، دونك الا ربحت انت كنت الفريق الالف تسمى عندك الدروه ما مشيت تخسر الدنيا ماتش قادر تفوت للربع النهائي. مي بصح كي داروا لهم لي ماتش في ماشي وقت واحد، وين كانت المؤامره بين المانيا وشيلي كانوا يلعبوا في وسط الملعب، وهذيك يعني كانت ظاهره اللي ما تنساش وما نقدروش نهضروا ما نهضروش عليها، وخرجنا من لاكوب دي موند. مي بصح خرجنا برؤوسنا مرفوعين وتقعد بلي ربحنا الالمان وان شاء الله نزيدوا نربحوهم الخطره الجايه. اذا يعني ككل جزائريين راهم في انتظار المباراه تاع غدوه، واكيد باللي راهم كامل تفرغوا للغد، يعني ما واحد ما حيخرج غدوه الدنيا تصيبها فارغه نصيرمون الجمعه، وزيد لو ماتش تاع الجزائر كونتر الكاميرون، والكثير راهم يحوسوا وين يشوفوا لو ماتش خاصه. وهناك عندنا يعني اعلن التلفزيون الجزائري عن نقل المباراه الفاصله للمنتخب الوطني امام الكاميرون هذا الجمعه بدايه من الساعه 6 مساء على القناه الاولى والسادسة، كما ستنقل المباراة على قناة SSC سبور 4HD، ويعلق عليها حماد عنزي، وعلى القناة الجزائرية الأولى بتعليق يونس زان، وعلى القناة الجزائرية السادسة بتعليق بلال بناري. فوالا. ايضا وكان هناك يعني عبر المدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي عن ارتياحه للاجواء التي مر بها تربص المنتخب بمالوبا في غينيا الاستوائيه، وقال بالماضي في تصريحات اعلاميه اليوم قبل تنقل المنتخب الى الكاميرون ان المنتخب متواجد في اريحيه كبيره والامور جرت بخير، وتم العمل بكل جد من اجل تسيير جيد لذهاب دور الفاصل المؤهل للمونديال قطر 2022، واكد بالماضي ان جيل المنتخب الحالي يستحق التواجد في المونديال، مضيفا يعني قمنا بعمل كبير منذ 2018 ونحن نعمل على التأهل إلى المونديال. وأضاف أيضا قال اليوم لدينا مباراتين فاصلتين لنتأهل، وتحدثنا على العديد من الأمور مع اللاعبين وسنعمل المستحيل من أجل ضمان التأهل. فوالا دونك نتوما ولا انتيا ولا انت ولا نتوما اللي راكم يعني جماعه قاعدين تشوفوا فينا وتتبعوا فينا، ما تطولوش عيطوا لنا على 0777 76 98 وشاركونا بارائكم. اسكو يكون فيها تاهل؟ يعني اسكو لي جوار اللي خيرهم الكوتش جمال بالماضي عجبكم؟ لي جوار اللي راهم غايبين على التشكيله اسكو يعني راح تبان المكانه تاعهم بعد المباراه ولا ما تبانش؟ لي جوار اللي جاوا جدد يعني تعطونا ارائكم على الرقم تاعنا 0777 76 98. نروحوا فاصل موسيقي ونعود نولوا لكم. إذن فيما يخص تساؤلاتكم فيما يخص يعني المباراة تاع غدوة بين الجزائر والمنتخب الكاميروني، هناك تعليق يعني اللي قال difficile de se prononcer sur le résultat, un nul serait peut-être un exploit vu que le retour sera à Blida. وانا فيما يخص هذا الموضوع يعني شفنا مؤخرا فيما يخص المنتخب الكاميروني عرف يعني موجة من الإصابات التي تعرض لها لاعبوه قبل مباراتي الفصل ضد المنتخب الوطني الجزائري، وخسر المدرب
الجديد للأسود غير المروضة ريغوبار سونغ خدمات لاعب نابولي أندري فرانك زومبو أنجيسا الذي تعرض لإصابة مع نادي خلال مباراة في الدوري الإيطالي. وتعتبر إصابة أنجيسا ضربة موجعة للمدرب سونغ، خاصة وأنه من بين نجوم المنتخب الكاميروني ويقدم في مستوى جيد في وسط ميدان نابولي. وسيغيب أيضا اللاعب مومي ناغامولو على مواجهتي الجزائر بسبب تلقيه لإصابة مع ناديه يونغ بويز السويسري، كما كشفته وسائل إعلامية الكاميرونية يوم الثلاثاء. وتحوم الشكوك أيضا بخصوص مشاركة اللاعب نوهو تولو في مباراتي الدور الفاصل بعد أن تلقى إصابة خلال مباراة فريقه سياتل الأمريكي. ورغم أن اللاعب التحق بتربص منتخب بلاده، إلا أنه ينتظر نتائج الفحوصات من أجل تحديد إمكانية مشاركته أم لا. كما تعرض حارس نادي أجاكس أمستردام الهولندي أندري أونانا لحادث مرور خطير صباحة يوم الثلاثاء حسب وسائل الإعلام محلية، وكان أونانا في طريقه للحاق بتربص المنتخب الكاميروني بدويلة حينما اصطدم بسيارة رباعية الدفع. ودون شك ستؤثر هذه الإصابات على تحضيرات المنتخب الكاميروني ولو بصفة نسبية، على أمل أن يستفيد أشبال بالماضي من هذه الظروف غدا الجمعة للعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 29 مارس الجاري. أيضا شفنا أيضا يعني هذا الأسبوع خلال ندوة صحفية قدمها المدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي، وإن قصف صحفي على المباشر بعدما سأله الصحفي عن سبب استبعاد آدم زرقان عن المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون الأيام المقبلة، حيث كان رد أفضل رابع مدرب في العالم قاسيا، وكان الرد هل أنت محامي زرقان لكي تسألني عليه، هذا كان اختياري أنا كمدرب وليس اختيار أي أحد. يعني كانت هناك ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي على حول يعني ليست الخرجة الأولى للكوتش جمال بالماضي في طريقة تعامله مع الصحافة، دائما يعني يجيب ببرودة الأعصاب. دونك نروح نستقبل مكالمة يوبا ومن بعد نعود نكملوا نهضروا على الكوتش جمال بالماضي. ألو ألو، مرحبا بك يوبا. مرحبا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكل الناس الجاية. السلام عليكم، مرحبا بك يوبا. راح حفظك يا زيد. دونك يوبا اليوم نهضروا على فيها ولا ما فيهاش تأهل، نهضروا على التشكيلة، نهضروا على الكومبورتمون تاع الكوت جمال بالماضي. دونك انت كمتتبع ولا يعني تحب كرة القدم ولاعب يعني في كرة قدم، دونك تعطينا رأيك في موضوع تاع اليوم. ممشي راني تبعت لقيت في البروفيل تاعك باللي كومنتيت على غياب اللاعب بغداد بونجاحة. نعم ايفيدون. دونك قبل كل شيء دابور جو ريسبكت اون ريسبكت اون توس دي الجزائريين اون ريسبكت لي شوا دو لونترينور وي مي سيت فوا سي جو سوي تري 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 زاشارني كونتر جمال بالماضي. جو نو سوي با ان كونيسور دو فوتبول مي تو لي الجزائريين كونيس كيسك سا في دير لا كاليفيكاسيون على كوب دو موند. جمال بالماضي انا كتبتها وقلتها واعيدها، سي دو بي دو لا فين دو جمال بالماضي. كان بزاف اللي قالوا هاد يعني في الفين دو جمال بالماضي. انا جي في دي ديفي انا جي في دي ديفي مع اصحابي مع اونتر لي كوليغ تو سا، قلت لهم الى تكاليفيت الجزائر الى كاس العالم بهذه التشكيله وبهذا الكومبورتمون تاع جمال بالماضي جامي نعاود ندير سبور في حياتي. واش اللي ما عجبكش في التشكيله يوبا؟ انا اللي انا جيتي لو j'ai investi carrément mon temps dans le sport, j'ai investi carrément mon temps dans l'équipe nationale, tous les joueurs. Et je suis quelqu'un de très sensible à la question du fait que le joueur est évolué au Jazair. Les joueurs locaux. Jamal Benmadi, quand j'ai vu la conférence leader, c'est comme si c'est un extra-algérien. C'est comme s'il est devenu un de je sais pas. هو كان سوبر الجيريا، حنا ما نعرفوش هو سي يوبا. واش اللي قلقك يعني في التشكيله تاع الفريق ديالو ولا ردت فعله مع الصحفيين في الندوه ولا عن طريقه كلامه؟ صحفي كان مربي وما شاء الله على الصحفيين نقولها ونعاودها. كان مربي لو بوزي اون كيسيون، سي اون كيسيون توتافي نورمال ما اختيارات، ما تقول له
لو يدي انت انت تشمخ التليكون تاع ما جامي عرقت في حياتك مي سي با بوسيبل كاين جورناليست مالغري ما جامي نا جامي في دو سبور في حياته il t'a posé une question il vous a posé une question tu lui dois واكيد انه يعني كيوبا المناصرين يعني كمشجعين تاع الفريق الوطني اكيد راح يتسائلوا علاش يعني تم اختيار هذا اللاعب ولم يتم اختيار لاعب اخر يعني هذه اسئله لكل مواطن جزائري يتابعوا كره القدم راح يتسائلوا حتى ولو ما نديروش يعني ما نلعبوش كره القدم بصح اون سو دوموند نقولوا علاش خير هذاك وعلاش ما خيرش هذاك وعلاش انت هذا هو بوتاتر جو سي با هو في بالو بلي بونجاح ما لازمش انا بونجاح ما يلاقش في ليكيب ناسيونال لا لا ما مي بصح سي بارمي لي سي بارمي لي لان لي ميور جوار في ليكيب ناسيونال يلعب بقلبه سي ان ماتش سي ان ماتش سي با سي ان ماتش يفو افوار ان كريستيانو رونالدو او بيان ميسي وي مي يوبا مي بصح يوبا لو كان نشوفوا يعني بغداد بونجاح في الاونه الاخيره يعني ولا صائم عن التسجيل نعم ما عنده بزاف ما سجلش دونك ما تقدرش تغامر تجيبو هذا المرة باش تلعب إحصائيات 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 لازم نقولوا ما نكذبوش على الجزائريين تاني بلي الفريق الوطني هبط النيفو تاعو صافي بلوس دو 6 ماتش صافي بلوس دو 6 ماتش وانا قلتها ونعاودها الا ما ربحت في الكاميرون امبوسيبل تربح في الجزائر يوبا يعني ما ننساوش ايضا تكون صعوبات اكثر في الجزائر باسكو عندها ديجي 3 ماتش في هنا في الجزائر ما ربحتش في ديفيرونس دو بوت ولا لا في دي ماتش نول سي تي كاتاستروفيك المردود اللاعبين سي تي كاتاستروفيك وحنا زعما نشوفوا بلي فريق قوي سي با ان فريق قوي تي 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 كونتر اون ايكيب il se nomme le Cameroun. Le Cameroun جد متفائلين اكثر من الجزائر يوبا ايضا لو كان شفت يعني وذكرت دوك برك فيما يخص المنتخب الكاميروني يعني اللاعبين تاعهم صارت لهم عده اصابات ويعني احنا نقولوا يعني ممكن اكيد هذا الشيء راح ياثر على المنتخب تاعهم سينجر ميدياتيك هذه الاصابات هي اصابات فونتوش وي ايضا كاين تصريحات يوبا ولكن لو جور الماتش شوفهم كاع الله يبارك يوبا كاين تصريحات ايضا يعني صامويل ايطو اللي قال لك باللي على الفريق الكاميروني ما يخليش برك ما حرزيتوش البالون الا ما حرز ما تشاش البالون تير ما تقدر دير والو دونك ولينا يعني الفريق الوطني ولا يرتكز على لاعب واحد ما كانش لاعب الجماعي ومنا فوالا جوستومون لي ايرور سي سا كي كانوا كي في الكوب دافريك كانوا كامل اوت يا با كو بونجاح كي تي اوت كانوا كامل اوت كامل بونجاح اللي بارمي نقول بلي هو اللي لمس اكثر الكرات وهو اللي استرجع اكثر الكرات احصائيا نهضروا احصائيا في الكوب دافريك اللي فات بحال ما دار والو بحرز ما دار والو كي سميته بالليلي ما دار والو اللاعبين اللي جابهم من فرنسا ما دار والو اكيد يعني كنت شنو توقعاتك غدوه انا توقعت انا زمن جو سوي زانجيريا انا حلمي ان ما تهضرناش بلي سنتيم قلنا الواقع لا جو اسيستي جو اسيستي ان شاء الله لا كوب دي موند في قطر نشوفها نشوفها وان شاء الله تكون يكون نكون بالجزائر ولا بلا جزائر بالتأهل نكون جدا متفائل بالتأهل المنتخب الوطني هذه سي ايفيدون بصح انا ما شكيتش باللي جمال بلماضي قادر على يدينا للتأهل ان شاء الله نتأهلوا من بعد التأهل الجمهور الجزائري اللي يدينا للتأهل ماشي جمال بلماضي اللي يدينا للتأهل بزاف 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 حسن سيكم وزير سعادك سمي وزير سعادة مي بصح خلق السعادة ما تكذبش على روحك يوبا ماتوا على الوطن ماتوا على الوطن ميول نزاجة مي سيرمو مي أنسي مي يوبا يقعد جمال بالماضي والمنتخب الوطني الحاجة الإيجابية اللي تخلق الفرحة في المواطن الجزائري لا ماشي كيسيون ما تخلقش صح دار إلا في ان باركور هيرويك إلا في ان باركور هيستوريك صح ماشي المومون ما لازمش نقعدوا في هذيك لاسبي سبيريتويال ونقولوا بلي فوالا جمال بلادي بالماضي يبقى احسن بلوتو الا ما كانش جمال بلماضي ما كانش واحد اخر هذا شي خطا من اخطاء اكيد والجزائريين كامل متفائلين والجزائريين كامل عندهم ما يقولوا باسكو كي يقولوا بلي تو لي زالجيريان سون ديفوني دي زون بوليتيك تو لي زالجيريان سون ديفوني دي زونترينور وي باسكو ريالمون وي
باسكو اون كوني عندنا هذه الموهبه ونتا تنكلوجيون ندخلوا جوستومون ندخلوا نحبوا فوالا نحبوا ندخلوا رواحتنا في كلش وفي كلش وصح 40 مليون انجيريان سي دي زونتينور وي 40 مليون سي دي زونتينور يفو اكسبتي كو سي 40 مليون انجيريان سي دي زونتينور يعرفوا البالون وعلاش ما يعرفوش انت تعرف انت جيت من فرنسا تعرف وانا جزائري من شهر ما نعرف كيفاش يعطيك الصحه يوبا على يعنيك الراي تاعك اللي قدمتونا في نهار اليوم لا وميرسي بوكو انتم ان شاء الله تاهل المنتخب الوطني يعني انا ديجا بديت نستريسي من دروك ديجا اتكلم وانا متحمس تي فوا دونك تري زاشارني بارابور او شوا او شوا يقول بني طوينا جامي جوي في افريك بول فوفيني ما جامي فوكي فوتي سي بي اون افريك اسكي اسكي يطون روح لها بالعقل برك يوبا ماشي حتى وين كش ما يصرى لك تاني مهم يوبا الى رحت لقطر قلنا متفائلين ان شاء الله التأهل وان شاء الله نشوفهم نشوفوا منتخبنا وفريقنا في كأس العالم ان شاء الله يعطيك صحه يوبا على المشاركه ديالك يسلمك صحيت إذا دائما في انتظار مكالماتكم على 077-76-98 فيما يخص مباراة اللي راح تقوم غدوة يعني بين الجزائر والكاميرون واش هي توقعاتكم اسكو حنقدروا يعني نلحقوا للمونديال ولا لا اسكو حنربحوا غدوة ولا لا وقولوا لنا ما ميلاكم تشوفوا فيها يعني النتيجة شحال راح تكون توقعاتكم نروحوا إلى فاصل الموسيقي ونعود نقول لكم إذن لكل هذا والتحق بنا في مرانج ساكتين أنا نحكي على توقعات يعني المواطنين الجزائريين والمناصرين الفريق الوطني فيما يخص مباراة تغدوة بين المنتخب الجزائري والكاميرون هناك تعليق عبد الرحمن لالوش يقول لا بريسيون اي انورم اي بالماضي اسيدي لو تايمينغ اي بروبيس بور اون كاتاستروف سي على ليماج دو لا جزائر الجديده نروحوا نستقبلوا مكالمه الو مازال ما جاش لابيل دونك قبل أوه. يعني المكالمه زميلتي سونيا يعني لو كان نهضروا على لا بريسيون ولا على لو كومبورتمون تاع جمال بلماضي موالف يعني كل كيما يقولوا لي كوتش اللي يفوتوا على المنتخبات الوطنيه تكون عندهم دي بريسيون يكون عندهم ان كومبورتمون ماشي مليح مع لي جورناليست ولا مع لونطوراج اللي يدور به دونك يعني كيما يقولوا والفناها ماشي لا بريمير ولا حاجه دونك كاين لو كان نولوا دونك نهضروا على لو كومبورتمون تاع بالماضي كيفاش يقولوا فوالا لو كان نهضروا على الكومبورتمون تاع جمال بالماضي ماشي زعما حاجه جديده ولا داروها دي زونترينور ما قبل عيطوا على لي جورناليست من بعد ميم مدربين وطنيين لو كان ناخذوا على سبيل المثال يعني ما راناش نديروا بيبليسيتي ولا كيما يقولوا لو بريزيدون تاع شبيبه القبائل شريف ملال وين حتى الصحافه وين ديسيداو ويجوليو ما يروحوش لا كونفرنس دو بريس تاعو لانه عنده ان كومبورتمون بيزار مع لي جورناليست ايضا لو كان نشوفوا يعني فيما يخص التوقعات والاراء كان يعني الدولي الجزائري رياض محرز أين أبدى تفاؤله بخصوص المواجهة المزدوجة ضد الكاميرون المؤهلة للمونديال وصرح قائد الخضر للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي قائلا لدينا الجودة لتجاوز التصفيات والقيام بشيء ما في كأس العالم وأكد رياض أنه يحرص دائما على تحقيق أمال الجماهير الجزائرية مضيفا أحب اللعب في مع منتخب بلدي الأمر يكون عاطفيا حيث أفكر في البلد والشعب والعائلة وتبع نبذل أقصى مجهودنا في الملعب من أجل الجماهير عندما أذهب إلى المنتخب أقدم كل ما لدي وأنا فخور دائما باللعب لبلدي نروح للمكالمة ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام شيبان أزوا من تيزي وزو مرحبا بك شيبان الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام إذن وش هي توقعاتك شيبان فيما يخص مباراة الغد؟ انا توقعت نتاعي بلي يفوزوا في الكاميرون شحال بيبري نربحوا قدر نربحوا 1-0 مي با بلوس 1-0 ها 1-0 1-0 و بارابور ا كوا يعني كنربحوهم بارابور على اللطا كي بدا اللطا على بالك كي كان منجح ما يلعبش فريمون الديرنيير سي دنيا طوي الاخر هذا ماروش يمد لا روند مونتا داره مي بصح كان بنيطو هذا اللي جابو
مي كاين سليماني ايضا اللي بقى هداف المنتخب الوطني مي بصح ما ماركاش دونك قدر نقولوا بلي المشكل ماشي برك في الهجوم. المشكل تاع اغلبيه في الهجوم ما راهمش ماركيو البيت بزاف. واش رايك يعني في اللاعبين اللي استدعاهم الناخب الوطني بالماضي جمال بالماضي؟ كان بزاف ناس قالوا لك علاش اللي جابهم سي الشوا الميير شوا هذا واش كاين بول مامون في تسمع عجبتك التشكيله شيبان ها عجبتك التشكيله الجديده تاع الفريق؟ انا عجبتني تتفضل والونترينور برك شويه في لي كيستيون مامون لي جورناليست يقدرهم سي با كوم سا انسان يعني الكثير اللي علقوا عليه يعني كحول طريقة اللي كان يجاوب فيها يعني كجمال بالماضي ماشي مليح انت نقدر صراحة وي وي كاين يعني لو كنشوفوا لو كومبورتمون تاع جمال بالماضي ماشي هو الاول يعني مام كاين كما يقولوا رؤساء انديه هنايا في الجزائر داروها ديجا عندهم لو مام كومبورتمون لو كنشوفوا لا دينيير فوا يعني مام داروها موالفين يديروها سي فري بارابور شريف من كيف داروا له بارابور هذا على ما هذا ما يديروش بار اكزومبل ما يديروش مع لي كونفيرونس دو بريس يخرجوا من عنده ولا ما حتى واحد ما دار حتى حاجه اكيد يعني بحديثك عن شريف ملال يعني الصحفيين داروا له هذه الهده وخرجوا ما اسيستوش لا كونفيرونس دو بريس هذا هو المشكل في الجزائر ما كاش الناس يكون باون اغلبيه حاشا اللي ما يستعش تاع الجورناليست ايه كانت لا رياكسيون على كل حال بزاف تاع شويه شويه بلوجو اسمح لي تتفصل على الكلمه هذه مي سي فري كيما شريف وغلط ما مشي بملال انا مانيش نجي معاه نورمالمون ان جورناليست قدره مهما يكون على كل مي هو ما يقدرش مي نورمالمون ماشي هذا دير له هكا وهذا دير له هكا هذه هي الجزائر واش دير الخطا مي بصح يقعد مدرب بالمنتخب الوطني اللي لقب ذات ايام يعني بوزير السعاده راه هو نقول لك حاجه نتاع واسمو سانون ترينور جاب المتان تاعو جاب في كيب ناسيونال انسان يهضر صراحه وكان كثير لهم يقولوا باللي يعني جمال بالماضي ما بقالوش فوالا هي نهايه جمال لا لا انسان شوف نقول لك حاجه مهما يكون ماما ما يشانجي سيستم تاع مع لي جورناليست مي باش تدخل واحد تحبته ولا حاجه شكون تجيب يا حبابك تجيب مورينو ولا الجزائر هذا وحده حسابك كانونترينور تجيب كبير ولا حنا ليكيب با فريمون زعما وحسابك ليك دو فرونس ولا برازيل باش تجيب كانونترينور كبير واش رايك يعني في الملعب يعني لو كان نهضروا على ملعب جيبوما يعني نقطه سوداء للفريق الوطني مام على سبيل المثال كي نهضروا على فريق ذكرنا على سبيل المثال فريق شبيبه القبائل يعني ايبوسي وين كان اللاعب يعني الشهير والهداف تاع فريق شبيبه القبائل يسكن في المنطقه يعني اللعنه تاع ايبوسي تبع الفريق الوطني ايضا في تصفيه كاس العالم صح على بالك لي زافريكي دائما عندهم كي تلعب عليك ستيرير يدير لك فاصه على لي جواب نورمالمون ما يدخلوش هما في اللعب تاعهم برك هذه لازم الجوار يسمعوها هما كاع لي زافريكي كي تلعب برا على في لافريك يديروا عليك اكسبري ضغط باش تخرج من الماتش يعطيك صحة شي بنزواب على المكالمة وعلى كل رأي تاعك يسلم صحة اذا نروح نشوفوا لو كان يعني الفيديو اللي تم تناولها يعني بزاف في المواقع وي ودارت لو باز وتفاعلوا كثير من المواطنين عليها نروح نشوفوها ونعاود نقول لكم بروبليم على هذه القائمه خلينا نكملوا الماتش ابرون بارلي دو قائمه يفوا اسومي على فان دي ماتش باسكو يا تروف فوز على تروف بارلي دو قائمه اسومري على فان دي ماتش كومون زين تروف بارلي افون قائمه اي دي كون ديكونتيرمين لي كومبيتيسيون اسمح وي قاعد لين كيجوا مانيفيك لوي مانيفيك حتي ان تي بو ما درناش ما ماشي تغيير كلي ولكن استبعاد بعض اللاعبين واستبعاد اللاعبين ما كانش مي فوك كونسي كوم سا سي سي فوز جورناليست digne de ce nom, venez avec des joueurs, venez avec des chiffres. Arwah, avec tous nos derniers matchs là, sur les trois dernières années. Thani Soal. Anna Soal. Ah, ok, merci. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes ces questions.
c'est toujours les mêmes choses, mais parce que vous les avez écrits, vous ne voulez pas les changer. Au fur et à mesure, il y a une conférence, il y en a qui ont aussi les mêmes questions avant vous, donc Bedlo, je ne peux pas répondre 10 fois la même question. إذن كما شفتوا الفيديو تاع لا كونفرنس دو بريس اللي دارها جمال بالماضي وكانت هناك اسئله اللي تقلق منها من طرف الصحفيين وين تم يعني اجابته بغضب ويعني يعني كل الجزائريين ما عجبهمش الحل الطريقه تاع اللي جاوب فيها يعني بالماضي هذا الصحفي وقال لك يعني السؤال هذاك سؤال عادي والصحفي يعني طرح سؤاله بطريقه محترمه وكان على بالماضي انه يجاوب باحترام ولا ما يجاوبش السؤال على سؤال ديريكتومون. حضر معنا زميلنا ريان. مرحبا بك ريان. مساء الخير سونيا. مساء الخير يا زيد. مرحبا بك ريان. ريان شفت معنا لا فيديو تاع بالماضي، واش رايك في لو كومبورتمون رده فعل تاع بالماضي مع الصحفيين مع الصحفي خاصه؟ سي في بوليميك شويه هذا لو سوجي. وشنو هي وشنو هو لا في تاعك سونيا؟ انا كيما لا في تاع كامل يعني كيلوري دو يدوري با دو يعني ريبوند بهذيك الطريقه يفالي ان بو دو بروفيسيوناليزم يعني كي يل ريست توجور لونترينور دو ليكيب ناسيونال دونك سي لا كيسيون نو لوي بي با يعني كيقول ما نريبونديش ديريكتومون او ليو دوميليي لو جورناليست. اون بليس دو سا لو جورناليست ني با اوبليجي يكون يلعب البالون باش اكزاكتومون صح يدير الجورناليست. لو انه يعني زميلتي الصونيه لو كنشوفوا يعني لو كومبورتمون تاع جمال بالماضي ليست المرة الأولى موالف يعني يطاكي لي جورناليست ويجاوب لهم يعني بدي مانيير هكذا أغريسيف يقول لهم باللي ماشي هكذا ما لازمش لازم تعلم كيفاش تبوزيو لا كيستيون. من بعد مام يا واحد لا كونفرنس بريس وين قال للصحفي قال له باللي المرأة اللي بوزت لا كيستيون مليحة على الراجل قال له أنا كنت نسنى باللي الراجل اللي بوزي لي لا كيستيون مليحة باش كيتبع الفوت دونك ما عطاش القيمة تاع المرأة لا جورناليست هذيك اللي بوزت لا كيستيون. قال له سبونتاني كان يهضر جوغ بالخلفيات تاعو أنا با يعني لي كونفيرونس دو بريس تاني فيها بزاف لو ستريس فيها بزاف دونك دي فوا سي سور كو كاين شوية ليريتاسيون اكسيتيرا ابخي بيان سور c'est on peut appeler ça une humiliation ça Kaina Shuya il a allé loin Shuya dans ses propos d'ailleurs Kaina même le l'association internationale des journalistes sportifs les hadrat alayha ou les qalt billi voilà c'était c'était un peu exagéré oui. il y avait même les deux journalistes ils ont été la FAF qalt lahom voilà c'est pas la peine de d'assister aux conférences de presse etc oui. juste parce que ça a pris une proportion très 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 grande mais oui à mon avis kima taak finalement les propos Théo Bellec, ils ont dépassé, je suis à la pensée Théo, et on ne peut pas faire la remarque à quelqu'un, elle a le physique Théo, c'est un peu... C'est oui, un petit peu oui, c'est dégradant, c'est pas bien, surtout pour un professionnel en et plus. Et puis rien ne dit qu'un journaliste... Enfin, la qualification d'un journaliste, ce n'est pas son physique. Un journaliste, il observe, il sera énervé, ou les compétences. Adam Akan, voilà, donc... وايضا يعني ماشي برك جمال بالماضي كاين لو كنهضروا على ربح ماجر يعني نشوفوا لا فيديو اللي دارت البز هذاك الوقت Monsieur Thibault, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde, si j'ai, écoutez les gars, si j'ai du respect pour vous, si j'ai du respect pour vous, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Prenez votre vient, laissez-moi pour ce jeune. Allez-y les gars, allez-y s'il vous plaît, allez-y. Voilà, يعني la vidéo هذه دارت الباز sur les réseaux sociaux, taisez-vous, laissez la place aux jeunes. Donc le comportement هذا ليس لأول مرة نشوفوه, donc des entraîneurs داروه ديجا. Donc نتمناو ما نزيدوش نشوفوه الخطرة الجاية لأنه الصحفي بإمكانته والإنترينور بإمكانته, كل واحد كما يقولوا يحرث الجهة تاعو التراب تاعو يحبس. Donc ريان ماكرونيك تاعك. Juste avant, je voulais juste parler de l'hikaya تاع محرز parce que
Déjà sur la vidéo, ça se voit. Il est très choqué. Il y a quand même beaucoup les émotions. Amidoro fait quelque chose. Mais, oui. Mais c'est deux situations complètement différentes. Ouais. C'est important de le dire parce que là, on parle de. Bon, il avait un problème, je pense, peut-être un petit peu personnel, mais à Mamar Djoubor, c'était Mamar Djoubor l'interlocuteur. Ouais. Qui est journaliste, enfin qui était journaliste, je pense, à la chaîne 3, sportif. Et encore une fois, on peut voir, c'est toujours dans un contexte de conférence de presse. Donc c'est, moi je dis, il y a une partie de responsabilité de la part des journalistes. Quand on répète peut-être les mêmes questions ou là, ça peut être fatigant. Mais il y a une partie aussi, ça reste un professionnel, il est censé pouvoir tenir. Oui. Mais pour revenir. Ryan, concernant les questions qui se répètent, des fois, c'est que les journalistes, le mouchkil li sera, donc on doit expliquer ça aussi, c'est que des fois, on pose la question au l'invité ou la personne. Mais Jaoub, elle a la question, elle a dit que peut-être, t'as une partie de la réponse, ou t'as dit que t'as dit Jaoub Akhar, ou d'accord, il repose la même question d'une manière différente. Oui. Donc, il a l'impression, blé, ou Jaoub, que la question, oublie la question, elle est en train de se répéter alors que la personne, les journalistes savent très bien que la personne n'a pas répondu à la question. Donc, c'est un point qu'il faut expliquer aussi. Fois, même les interviews, en tant que journaliste, des fois, l'invité, il croit que le sujet. Donc, on est obligé de reposer la question d'une autre manière pour avoir la réponse. C'est sûr. Voilà. Si toi et moi, on est deux journalistes, on a fait une conférence de presse. Tu vas poser la question. Ton but, c'est de parler de head left, c'est une petite nuance. Parce qu'on a un angle à traiter. Voilà, moi j'ai un autre angle. Donc peut-être que les questions elles se ressemblent, le sujet reste le même, mais. On défend un peu les journalistes. Bien sûr, c'est notre job. Il fallait expliquer ça aussi. Les collègues Tawana, donc je ne peux pas s'en sortir. Donc Ryan, où est-ce que tu as fait ton idée de l'aujourd'hui? Écoute, je vais vous parler de l'historique. Alors, on ne va pas faire un cours d'histoire, ça va être très rapide. C'est juste pour parler peut-être du foot algérien. Je vais vous parler de l'histoire. Ça a commencé quand la France était encore en Algérie, en 1894. Le premier club qui était à Oran, c'était surtout les colons français, les colons européens, les canouilles labo, les canouilles labo foot. Même bad, en 1956, en plein milieu de Thawra, on avait notre première équipe nationale qui était reconnue par le Front de Libération, où c'était né un peu un symbole de la révolution d'Algérie. C'était un petit peu le symbole d'Anna. Qui dit l'indépendance d'Anna, on a eu notre première vraie équipe nationale officielle en 1963. Et depuis, on a été qualifié 4 fois la Coupe du Monde. On a été qualifié 82, 86, 2010, 2014. Voilà. Ouais, de l'Ahtara, Inch'Allah, nous devons nous qualifier. Inch'Allah. On est chemin à contre l'Allemagne. Bien sûr, avec qui il y a la plus importante. Avec l'Ahtara, on a gagné l'Allemagne. C'est une fierté. Ryan, nous devons nous qualifier parce que nous avons des mamans, mais nous ne sommes pas. En 2014 ou en 2010. Je suis allé en 2010, bon, écoute, je suis allé en 2010, mais en 2010, je suis allé. Oui, je suis allé en 2010. Quelqu'un a eu un match à l'Angleterre, était très stressant. Oui, on avait fait un match nul. Non, on a de très beaux matchs, on a une bonne équipe. Oui, on a couru le Genovia 4-0. Exactement. En parlant à l'équipe en 1894, c'était impossible que les Algériens fassent partie de l'équipe. C'était plutôt les Français. On a déjà 63, c'est des Algériens. C'est qui critiquent le côté. C'est une question, Sonia. Le quand tu fais l'équipe nationale de France, gag halch. Pourquoi? Parce que halch ils jouent au chair les blancs. Simplement. Donc. On ne doit pas être raciste ni donc voilà. C'est pas raciste, c'est scientifique. non, mais alors, il y a une Oui, mais les Africains sont plus c'est fort. La formation, parce qu'à l'échelle, on a un neuf de Zaire, donc des écoles de formation. Oui. Mais ils forment des joueurs, mais ils disent qu'ils ont des écoles de formation, au lieu d'être l'école de formation, ils forment des joueurs, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs. Donc, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs. Non, c'est pas ma cache, ils ont des joueurs, c'est qu'il y a des clubs privés ou étatiques.
tactique. Mais Kenny. Non, non, non. C'est juste que m'attablons la chance. La dernière fois, on a fait l'émission où Ken ou les auditeurs, t'as maintenant que m'attablons la chance. Ben, Ken des joueurs, ils n'ont pas eu la chance. M'attablons la chance. Ou là, des fois, ils viennent de d'autres wilayas. Ou là, des fois, m'attablons le matériel. C'est pas. Par contre, il y a une grosse concentration sur le secteur du sport les dernières années, vraiment. في الجزائر يعني عندنا الليستوار وين تهضر عندك المدرسه في بارادو بارادو تخرج ديما لو كنا نرفدو بارادو يلعبوا حفيانين فوالا يعني شي نيكول اللي تفورمي دي جوار وراهم ولاو لاعبين كبار دونك في المنتخبات الاوروبيه دونك بوداود ولا وسمو دونك او دوكا راه يلعب وبيان مي بصح انا في الجزائر بار اكزومبل نقص الامكانيات ومن بكري ما عطيناش الاهميه غير كيما اللي بدات فوالا دي زيكول بريفي دي سونتر دو فورماسيون بور لي زيكيب ومننا لو كانت كومباري مع لي طونجي تروحي بار اكزومبل نرفدو على سبيل المثال يعني اعرق النادي والاخر اف سي برشلونه اللي عندهم مام كيما يقولوا التلفاز الخاصه بهم دونك سي ان سونتر دو فورماسيون عنده انشنت وين يمدياتيزي لي ماتش تاعو وين يدير مي حنا في الجزائر مازال دخلنا عالم الاحترافيه في كره القدم مي بصح دخلنا كيما يقولوا حفيانين دخلنا هكذا برك دونك اون بعد يولي كريتيكي يقول لك اللاعب المحلي دونك لا ماجوريتي دي زونترينور يروحوا يجيبوا من لي ترونجي يزيد يحبوا هذا السوجي يزيد عندنا دي جوار كان ميم في ليكيب المحليه تاعنا عندنا شحال من ايكيب دونك اون بو با مي باش يطلعوا من هادو ما لي زيكيب يعني كني نديروا بها chiffre officiel c'est un qareb pratiquement 2 millions de licenciés في الفوت hein ماشي في السبور و نشوفو برك لا ريفيرونس انا لي جينيفر سي اوتوماتيكمون سي رياض محرز كي جو aujourd'hui une équipe très bien placée mais aussi donc par rapport à les توقعات شفنا يعني كان المنتخب الكاميروني صراو له عده مشاكل جغ فرحنا شو لا لما لور دي زون في لي بونور دي زوت وي مي بصح لو كان ناخذوا على سبيل المثال تصريحات يوبا قال لك باللي قال لك ما امنوهمش قال لك حتى الماتش قادر يدير لك تصريحات انا ولات لي الروحه كاش وما كاش من بعد في الماتش راهم كاع انتي كون بون سونتي دخلوا لك للستاد روح دوك نتقابلهم معنا مكالمه الو عادل مرحبا بك عادل من بجايه السلام عليكم الزول في الليل الزول السلام عليكم الصباح قلت نتبع في الحصه تاعكم هذه خذيت معلومات صح جيده بصح جاتني واحد الفكره حبيت نتكلم عليها شنو هي عادل حبيت نتكلم على المدرب جمال بالماضي سمعت انا نسمع فيك باسك كثرت عليه بزاف لا بوليميك على تشكيله ولاعبين هذيك شورتو هذاك الصحفي نورمالمون ادم زرقان ولا ما على باليش ادم زرقان حبيت نقول برك عندنا مدرب واحد برك عندنا ماشي الشعب الجزائري 4 مليون كاع مدربين هو اللي يعرف هو اللي على باله تشكيله هو اللي على باله لي جوار ماشي الشعب كاع اللي يهضر مي عادل هو احنا معليش بصح الطريقه اللي جاوب فيها المدرب ما تليقش بواحد يعني ك بروفيسيونيل سورتو انا نقول مدرب تاع الفريق الوطني او يعاودوا له في لي ميم كيستيون باسكو يعاودوا له في لي ميم كيستيون بيان سور انا لو كان في بلاصتو نتقلى يعاودوا لي في لي ميم كيستيون علاه تبدل التشكيله علاه تبدل التشكيله بيان سور انا في بلاصتو نتقلى مي او طون كو بروفيسيونيل واحد لازم يكون يهدى اعصابه على بالو راهو داخل كونفيرونس دو بريس وراح تواجه يعني الناس من كل يعني الشرائح كل الافكار وكل واحد وجا بار اكزومبل كيما وانه العالم كله راهو يشوف فيك خاصه انه يعني مدرب وتغلطي يشدوها لك سيرتو مع الجزائريين تاعنا اغلط برك لانك شخصيه محبوبه ومن بعد شخصيه وطنيه دونك الروح تاعك تولي تاع الناس كاع ماشي تاعك ما تقدرش تعيش كاع حياتك تما انا نكون مدرب ونبدل في التشكيله يا اخي هذه تاع تناقضات كاع تما انا ما عندهمش كونفيونس فيا انا ولا كيفاش ماشي تناقضات هذه اكيد يكون فيها تناقضات ويكون فيها انتقادات يعني ماشي فورسيمون باللي هذوك انتقادات عندهم الحق بصح يكونوا انتقادات في كل حاجه ديرها يكونوا كاينين انتقادات عادل بصح مليح يكون انتقاد بناء كما يقول عادل الصحفي اللي سأل الناخب الوطني على أدم زرقان أسكو أنت تبعت يعني مشوار أدم زرقان سي ديرنيي طون
انا ما تبعتوش، انا تبعت لا فيديو برك، انا شفت في الفيديو برك كي كانوا يسالوا هذيك لا فيديو اللي نلعبها دوك الصباح، انا كنت نتبع في الحصه تاعكم. وشفت التشكيله الجديده تاع الفريق الوطني اللي تاخذها الله يبارك، تشكيله جيده الله يبارك. واش راك تتوقع من المباراه تاع غدوه، نربحوا ولا يربحونا؟ ان شاء الله بربي انا نشوف نربحوا، نربحوا 100% ان شاء الله. حال النتيجه بخير يعني، نتوقع ما المهم نربح، يعني نتوقع 100% نربحوا، لازم نربحوا ان شاء الله. راي طواب. لا لا لازم، ما نقدروش ندخلوا له في التشكيله لانه الناخب قال لك باللي سي ان شوا تاكتيك، انا اللي خيرت هذه، انا اللي على بالي علاش، دونك ما نقدروش ندخلوا في تخمامه، ما نقدروش ندخلوا في لا تاكتيك اللي راح يلعب بها. دونك حنا رانا نهضروا برك ونتشاركوا ونتبادلوا الاراء، والهدف تاعنا ولا الامنيات تاعنا كصحفيين ولا كمواطنين جزائريين في يعني كما يقولوا كمواطنين جزائريين، دونك ماذا بينا الفريق الوطني يتأهل ولما لا ندو لاكوب دي موند، ماشي حلم هكذا نشوفوا سيان راه باسكو كاين برازيل كاين ايطالي كاين الالمان، مي بصح صافي بليزير انا ثاني الجزائر تدي لاكوب دي موند. ايه ماذا بينا، انا قلت لك وجعني قلبي برك شويه على تفاهات هذه وتناقضات اللي يوجهوها الكوس جمال بالماضي، كما كاع اللي داروا هذاك مع 35 ولا شحال مباراه بدون خساره، هذو سواها ومن بعد بدل التشكيله، عنده الحق بيان سور يبدل نورمال. يعطيك الصحه عادل على المشاركه تاعك وعلى الاراء ديالك اللي قدمتهم لنا. يعطيك الصحه عادل، ميرسي بوكو سعيد. ميرسي. إذن دائما في انتظار مكالماتكم على 077-77-66-98 باش تقولونا ما هي توقعاتكم فيما يخص مباراة الغد الجزائر ضد الكاميرون، وأيضا يعني فيما يخص أراءكم فيما يخص أيضا تصرف أو ردة فعل المدرب فيما يخص الصحفي. وإذا ما تطولوش علينا واتصلوا بنا، نروحوا إلى فاصل موسيقي ونقول لكم. كاين يعني تعليق تاع محمد كساسي قال لك فوجيجي لو كومبورتمون دو سيليكسيونور افيك تو مي ريسبي مي فوزيت با فوزيتي اون تران دو تونير دي بروبو كي نون ريان افوار افيك ليتيك جورناليستيك ا لا في دو ماتش امبورطون. دونك نقولوا لك بلي ما راناش ناخذوا توجه ولا رانا نطاكي في لونترينور، رانا برك نهضروا على الماتش ونهضروا على لو كومبورتمون دو لونترينور تاع ليكيب ناسيونال، خاصه ما تم تداوله ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك ما راناش زعما لا في دو ماتش باش نحبطوا معنويات ولا نتيريو في اشخاص احنا ماذا بينا نربحوا، وحنا ماذا بينا نكونوا يعني الفريق الاول في العالم. دونك ما عليك غير تتصل بينا وتشاركنا وتناقش معنا باش تفهم باللي ما راناش كيما راك تخمم. دونك عندنا مكالمه مختار من العاصمه. نعم السلام عليكم. وعليكم مرحبا السلام. بيك مختار. السلام عليكم. والله راني نشوف هذا الحصه راكم منورين ما شاء الله البلاطو، وعلى حسب الاراء اللي راكم تمدوهم ما شاء الله. مي حبيت نمد رايي على جمال بالماضي وعلى التشكيله اللي خيرها. مرحبا بك، احنا هذا اللي نحوسوا، دونك رايك على لو كومبورتمون تاع الكوتش ورايك على التشكيله. بون بالماضي على حسب الندوه الصحفيه اللي دارها الاخيره كان شويه منرفز. انا نظن النرفز نتاعو كانت على شغل اللقاء اللي راه تاع الكاميرون صعيب، على بها كانت رد الفعل نتاعو شغل متعصبه نوعا ما تجاه الصحفيين. بغض النظر عن نوع الاسئله، السؤال تاع الصحفي تاع ادم زوان كان سؤال في محله، كان قادر الكوتش جمال بالماضي يجاوبه بكل عفويه نورمال. اكيد المواطنين الجزائريين المناصرين راح يتسائلوا، يعني سي تو تافي نورمال يتسائلوا على واش كاين هاد راح يشارك هاد اللاعب وعلاش ما راحش يشارك اللاعب الاخر، يعني ماذا به يقدم لهم اجوبه. نشوفوا سؤال ما يستحقش شغل هذه البلبله لا يصاريه كامل. يمكن تكون لاسباب بالك ما نجهلوها يعني. والتشكيله نظن بلي كان لاعبين اللي نورمالمون ما يستدعيهمش. كيما شكون باي اكزومبل؟ انا الوافي هذا كنا نشوفه في النجم الساحلي ماهيش خدم الاضافه الكبيره اللي تسمح له التواجد في المنتخب الوطني. واللاعب اللي حبيته يعني ولا تمنيت يكون في التشكيله وما جاش؟ باي اكزومبل اللاعب اللي تمنيت يكون في التشكيله على الاقل زدادكا اللي يلعب في كليمون فوت فرنسا، اللي تي بونك اللي تي بون جوان. باي اكزومبل ثاني كسعيد بن رحمه وبولايا.
ايه هادو كاع ما كنشوف. وما هي توقعاتك فيما يخص مباراه غدوه؟ كتشوف نربحو؟ نشوف مباراه صعيبه بسبب التشكيله. ان شاء الله على الاقل يفوز المنتخب الوطني. بصح نشوف انا تروح تعادل ممكن 1-1. يعني رغم انه المنتخب تاع الكاميرون تعرض يعني اللاعبين تاعو تعرضوا الى اصابات. الكاميروني عنده تشكيله ما شاء الله. وشنو هذه الفتره الاخيره تعرضوا لاصابات بعض الاصابات. زوج لاعبين مصابين منهم لاعب نابولي وكان لاعب اخر. واضافه الى اصابه الحارس اونانا دار حادث السياره. التشكيله اللي توقعها يدخل بها ان شاء الله هذه الاصابه والحادثه هذه تكون في صالحنا ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله تصلحنا باش نعودوا للجزائر بالنصف تاهل ان شاء الله. يعني سؤال اخير، يعني التشكيله اللي توقع يدخل بها الناخب الوطني؟ انا نشوف في الحراسه يكون بولحي هذاك باين على الجهه اليمنى بنيادة. قلب الدفاع عندنا بالعمري وبدران ماندي بالعمري وماندي. على الجهه اليسرى بن سبعيني. وعندنا في الوسط يلعب بن ناصر والزروقي. وعندك في غولي محرز بالليلي وممكن بالفاضل في راس حربه. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه مختار على مشاركتك في موضوعنا. الله يسلمك ربي يعاونكم. امين يا رب. صحيح. اذا دائما انا نشوف يعني تختلف الاراء حول يعني واش صرا الحادثه، وايضا فيما يخص المباراة تاع غدوار الناس يعني كراهم كلهم نصهم متفائلين، يعني كراهم انه الاخرين راهم قال لك على حسب التشكيله ما شكيناش فيها. اذا دائما في انتظار ارائكم فيما يخص عددنا لنهار اليوم، ماذا تتوقعون يعني في مباراة الغد الجزائر كونتر الكاميرون؟ اسكو تشوفوا فينا يعني اسكو تشوفوا انه راحين نتاهلوا للمونديال ولا لا؟ لا ما عليكم غير تتصلوا بنا على 077 77 66 98. نروحوا الى فاصل موسيقي ونولوا لكم. الجزائر الكاميرون فيها التأهل ولا ما فيهاش؟ زميلتي سونيا لو كان نولو على تاريخ المواجهات بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، يعني يقعد الفريق الكاميروني نقطة سوداء في يعني في مسيرة الكروية للمنتخب الوطني، وين التقى الفريقين في 7 مواجهات الرسمية، وين فاز المنتخب الكاميروني ب4 مباريات وحسم التعادل الثلاث المباريات الأخيرة. يعني وفي مباراة ودية فازت الجزائر ب4-0 سنة 1995 بالكابون. يعني كما يقولوا الكاميرون ديما تربحنا. لو كانوا لتصفيات كأس أمم إفريقيا سنة 84 خرجنا بالتعادل، سنة 86 خرجنا يعني بهزيمة ب3-2، سنة 98 انهزمنا ب2-1، 2000 انهزمنا ب2-1، وفي 2004 يعني كان تعادل 1-1، 2018 كان هنالك تعادل 1-1، يعني تصفيات كأس العالم ذهب بالكاميرون ثم لا بالجزائر وإياب بالكاميرون انهزمنا 2-0. يعني دائما الكاميرون تربحنا. إن شاء الله هاد الخطرة حنا اللي نربحوها. لا هاد الخطرة عندنا توت لي شانس معنا. أنا سورتو مع كي شفت لي زانونس يعني اون فو با دو مال او زوتر مي كو ميم. معنا مكالمة. الو جمال مرحبا بك. الو مرحبا. مرحبا بجمال من بجاية الزلف الليش. نعم من بجاية. حبيت برك نتكلم مع المقابلة تاع غدوة بين الكاميرون والجزائر. تفضل. ونهضر على قضية تاع جبل بلماضي والتشكيلة وقضية تاع الصحفي اللي تطرح عليه سؤال تاع على أدم زورغان. ما حبيت برك نقول جبل بلماضي جبل بلماضي هو المدرب الاول، ماشي كاع جزائريين مدربين. لازم نحترم الاراء نتاعو ونحترم التشكيله، باسكو جبل بلماضي مدرب عنده شخصيه. عنده لا ديسيبلين، سي ان انترينور بروفيسيونيل. دار تجربه في انجلترا، دار في اسبانيا، في قطر، ثم مدرب محترف. لاعب كبير ومدرب كبير نقولوا صراحه. لكن بصح جمال حاجه نورمال يسقسيوها على وعلاش خير في لاعب وما خيرش لاعب. فوالا على التشكيله ما انتقدوش، ما قالولوش ما انتقدوش تكتيك مولا تكنيك ما
مي سالوه وعلاش خيرت فلان وما خيرتش فلان يعني حريه الصحافه حريه الصحافه لازم يكون باسكو كاينين مواطنين واحد اخرين يتسالوا نفس السؤال وماذا بهم يلحقوا لهذيك الاجوبه ما قالولوش يعني ك فوز افي في ان موفي شوا ولا هذيك يقعد كل واحد بينو بين روحه مي يكون تساؤلات وعلاش خيرت فلان وما خيرتش فلان وايضا يعني ايضا من حق صحفي انه تكون تتقدم له تجاوبه بطريقه محترمه ايضا الاحترام مليح يكون هذه حقيقه صح حنا على هذا الجانب اللي رانا نتحدثوا عليه صح جمال بالماضي تما دار فوطا في كاس افريقيا ولا فقد الاعصاب هذه تما بين فعل تما بيشك يشك تما في القدرات اللي دار تما 35 مباراه بدون هزيمه وكان يلعب لعب تشكيله لعب لعب مليح تما يلعب حتى لعب تاع مانشستر سيتي على تاع لعب تاع غوارديولا غريتي باش فلاش الجزائر تلعب في ليستوار انا نعترف اكيد بالك من 2000 رانا في حتى كانت 2018 جامي شفت الجزائر تلعب لعب تاع جمال لعب كيما هذا لعب بالو روعه وي جمال بلماضي جاب يعني اللمسه تاعو وين المنتخب الوطني ولا عنده طريقه لعبه اكيد وحتى لقبوه بوزير السعاده وي وسيبقى يعني وزير السعاده رغم كل شيء بيان سيغ يعني ما هاد الانتقادات ويعني انزعاج المناصرين من رده فعل بالماضي ماشي يعني ماشي هذا اللي حيخلينا ننسى ولا نمسحوا كل يعني لي زيفور اللي دارهم ولا بكل شيء اللي قام به يعني حنا لو مومون هذاك برك مي ابري باين باللي على بالنا باللي عنده ضغط كبير وانه يعني خاصه مع الهزيمه الاخيره مع الكاميرون وحنعاودوا نواجهوهم ويعني للتاهل للمونديال على بالنا باللي عنده ان فورت بريسيون عليه صح جمال يعني قلت لنا باللي حاب تهضرنا على التشكيله شكون اللاعب اللي انت شفتو يستاهل مكانته وما كانش في المنتخب شوف انا بور موا كان واحد لاعب شوف بليك يستحق البلاصه نتاعو بواليا بواليا لاعب هذا ما جابوش بالصح يستاهل البلاصه نتاعو واللاعب هو اللي راه خليفه تاع سفيان فيغولي نقول صراحه واللاعب اللي راه يعني في التشكيله وما يستاهلش ما كانت ما نقدروش نقولوا ما يستاهلش ما جابوش تما بواليا ما يستاهل بلاصتو في ليكيب ناسيونال دروكا دروكا باسكو دار ان باركور في الكاميرون مليح وي يلعب عنده اللمسه سان جوور فريمون عنده الوقفه كي يحكم البالو لعب مليح لا فيريتي واش توقعاتك نعم نعم كمل الفكره تاعك و بور موا ليكيب هذيك اللي دارها نشوفها برسك 99% ما تشكيله يعني نورمال بصح في البطوله نتاعنا ما كانش مستوى قلت صراحه البطوله الجزائريه مستوى ضعيف ما راكش متفائل لما لا جمال راني متفائل حنا عندنا محترفين عندهم مستوى عندهم مستوى عندهم امكانيات كبيره لما شحال نربحوا غدوه بشحال تصو اذا كاين ما كاينش ريموت ما يعني ليكيب تما جن فريق دخلت ما كما يقولوا ما نعرفش العربيه بازي هضر بالقبيليه وانا نترجم راه ما بيان كونسونطري يكون مركزي ماشي فريق قوي فريق ضعيف قلت لا فيريتي عنده لعب قديم طريقه تاع اللعب نتاعو طريقه قديمه ما يلعبش ماشي تاع يلعب بطريقه الحديثه كما المنتخب الجزائري دونك انا متفائل نربحوا 1-0 ماتش نول المينيمون نجيبوا التعادل الى جبنا التعادل يساعدنا لان مباراه العوده ستكون هنا بالبلاده المناصرين يكونوا بقوه دونك نربحوا نربحوا بيان سور صح صح يعطيك نتفائل على التعادل سي المينيموم والفريق الوطني الجزائري عنده لاعبين عندهم بكاليتي انديفيديوال تما تولي مامون يقدر يصنعك حاجه ما تنتظرهاش لافريتي كيما قرير المحرز كيما رامي بن سدايلي كما هذاك أدا زروقي لاعب كبير هذاك زروقي لاعب صراحة إن شاء الله نتأهلوا يعني ونعيشوا الفرحة 2014 وفرحة 2010 وتكون يعني هذه الله. فرحة يعني اللي نسنوها عندها أشحال لأن المنتخب الوطني يقعد الحاجة الوحيدة اللي تعطي البسمة للمواطن الجزائري ان شاء الله نتألو بولا تروزيام فوا ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحة جمال على المشاركة تاعك وعلى اتصالك يعطيك صحة جمال صحيح.
إذن دائما في انتظار مكالماتكم فيما يخص موضوعنا لنهار اليوم. كاين مصطفى شافي اللي يقول لي فير نو سيرون با كاليفي. قالك نو سيرون با كاليفي، ما على باليش علاش مصطفى شافي ماذا بينا لو كان اتصلت بينا وقلت لنا وعلاش نو سيرون با كاليفي، اسكو بارابور التشكيله، اسكو بارابور ا كوا اكزاكتومون. كاين محمد قساسي اللي يقول او لا لا tu as une boule de cristal. اذا نروحوا لفاصل الموسيقي ونعاود نقولوا لكم. كان ان كومونتير تاع عبد الله بو عبد الله يقول مي ريسبي فرير اي سور راديو ام كوراج ا فو توس توس فورميدابل ايكيب ميرسي بور فوز افور جونتيليس اي فوتر اتونسيون انسي فولونت اي ريوسيت سانتي بور توجور سيلمي. يعطيك الصحه عبدل بو عبد الله، ماذا بينا لو كان اتصلت بينا ونناقشوا ونتحدثوا معاك، يعني كنت عارفوا بيك ايضا. يعني واش قعدنا نهضروا على المنتخب الوطني ولا على الناخب الوطني ولا على اللاعبين، نقعدوا يعني مجرد الرأي ونتمنوا يعني التوفيق للاعبي ولا لأشبال جمال بلماضي، وإن شاء الله نحقوا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالكاميرون والنتيجة الأخرى التي تختتم هنا بملعب البوليدة، ونتأهلوا ل يعني نهائيات كأس العالم. يعني ما علينا غير نقول لكم باللي نتلاقاو في حصص واحدة أخرى، وما تنسوش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب، وما تنسوش أيضا ترسلونا وتعطونا يعني أفكاركم ولا الاقتراحات تاعكم للمواضيع اللي حابين نناقشوها في الحصص المقبلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية لعدد لنهار اليوم، نتمنى لكم يعني نهاية يوم سعيد، إلى الملتقى إن شاء الله.